احنا فرحانين انا ومحسن لانه جينا لمدينتنا اللي كبرنا فيها واللي عشنا فيها ذكريات كبيره وزوينه باش نبارطاجيو مع المراكشيين كاملين واحد المولود جديد اللي هو فيلم تاكسي بيد بالجزء الثاني ديالو. الحمد لله كان الجزء الاول ديال تاكسي بيد اللي لقى استحسان ونجاح كبير من طرف كاع المغاربه الحمد لله، واللي حصلنا فيه على تهنئه خاصه من صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره. واليوم جينا باش نتقاسموا مع الجمهور المراكشي الجزء الثاني اللي ان شاء الله غادي يكون غدا العرض الاول ديالو في سينما ميغاراما في 7:30 ان شاء الله. انا نقول لكم شكرا بزاف على الحضور ديالكم. صراحه الدعم ديال الاعلام في المغرب كله هو دعم اللي كيخلي الفن يزيد لقدام، وما يمكنش يكون يعني واحد الفنان ولا واحد الشخصيه اللي معروفه الى ما كانش المستقبل ولا الى ما كانوش الناس اللي كيوصلوا الصوت ديالو لكاع الناس. فكيف قال منصف حنا اليوم في واحد يعني في واحد الظرفيه اللي عزيزه على قلبنا، المدينه هذه اللي كنبغيوها بزاف والجمهور ديالها اللي كنعرفوه واللي عشنا معاه بزاف يعني بزاف ديال الذكريات. وحنا ان شاء الله هنايا باش نتواصلوا مع الجمهور ديال مراكش في اطار الجوله اللي بغينا نديروها في المغرب كله، لان هذا الفيلم هذا خدا بزاف ديال الوقت في الانجاز ديالو. تقريبا بدات الكتابه ديالو من قبل كورونا واستمرت الاعداد ديالو باش يتصور واحد السنه قبل التصوير ديالو. فاحنا بغينا نتشاركوا هاد التجربه مع المغاربه كلهم، وغدا ان شاء الله كنتمنوا ان الجمهور يكون حاضر بزاف باش يشوف يعني هذا الجزء الثاني ديال تاكسي بيد اللي كان بالنسبه لنا واحد التحدي كبير، لانه ملي كدير جزء اول كيخصك تكون في المستوى ديال جزء ثاني ولا ثالث. فكان عندنا بزاف ديال التحديات، درنا بزاف ديال لي زانغريديون ديال لونغار سينيماتوغرافيك اللي فيه الكوميديا، فيه التشويق، فيه الاثاره، فيه المتعه، فيه الحركيه اللي هي الطريق اللي بغينا ننهجوها ان شاء الله ميم في افلام جايين ولا في اعمال اللي غادي تجي في المستقبل. فكنتمنى ان طبعا بالاسئله ديالكم وبتب لي روتور من عند الناس غدا ان شاء الله باش نقدروا نطوروا من التجربه السينمائيه ديالنا ونشاركوها مع الجمهور ونكونوا قراب. سورتو خصنا الفنان باش ما كان قريب من الجمهور وكان واصل ليه فكيكون المشروع ديالو ولا تيكون واصل. ظروف ديال القصه او السيناريو هو اللي يحكم، هو اللي كيحكم على ان ديكور. الوغ القصه كتبدا من كازا لانه هي الاساس، كيف غتشوفوا ان شاء الله في الفيلم اللي باقي ما شافوش غدا. القصه كتبدا في كازا وكتسالي في جنوب في الحدود مع المغرب، وكيف كتعرفوا اكافي فيه مناظر جميله في مراكش اللي كيوحيوا على اساس راه بحال كاينين في الصحراء ولا في حدود. داكشي علاش كان هذا الاشتغال على كازا وعلى لو تراجي، باسكو الفيلم كله سي ان تراجي ديال لي تاكسي، واحد القافله ديال التاكسيات. دايوغ الفيلم سميتو لو كونفوا القافله، الجزء الثاني سميتو تاكسي بيد القافله. دونك هذا هو الاساس باش اشتغل لينا على مدينه الدار البيضاء ومدينه مراكش. اكيد الاشتلاباز ولا الاساس ديال هذه العمليه ديال الانجاز في الجزء الثاني هو هذا التخوف بالضبط، لانه كتقول واش غتكون في المستوى، واش غتكون على اوتور، لانه كتكون بحال شي حاجه كتحملها العاتق ديالك، كيكون تحدي انه خصك تكون حسن. ولكن الا ما كنتيش كتولي كتقول لي يا ربي غير ما نطيحش المستوى اللي كنت فيه. فاكيد بالعكس كان هذا هاجس ديما كان عندنا. حتى درنا لافون بروميير في كازا، عاد الحمد لله عاد سوفلينا وقلنا سورتو ملي كان هذاك التجاوب اغرياب ديال الناس وحتى الصحافه ولي كريتيك اللي الحمد لله استقبلوا الفيلم وعجبهم لو لونغاج سينماتوغرافيك ديالو وعجبهم طريقه الكوميدي، حيت لو فيلم فيه تطور، كل انسان كيتطور كتبغي المجهود ديالك الجاي يكون اكثر تطورا. فخدمنا واخا خدا كيف قلتي وقت كثير، ولكن باش يستقر وباش تكون لا الفكره ولا الاشتغال ديالها ولا الاليات ديال الاشتغال ديالها، خاص يكون كل شيء هذا الشيء متوفر باش يدير ان بون فيلم. فاكيد كاين هذا التخوف، ولكن الحمد لله ملي لقينا نجاح في الاستقبال في البارتاج مع الناس.